مع اقتراب السنة الجديدة كثفت الشرطة في مدينة كولونيا من استعداداتها الأمنية لمنع تكرار الاعتداءات على النساء التي حدثت العام الماضي. احتفالات ليلة رأس السنة هذا العام خصصنا 1500 ضابط، 900 من كولونيا بالإضافة إلى 500 ضابط مساعد، وسيكون هناك 100 من الفرق المتنقلة لتقوم بدوريات حول الكاتدرائية والجسور تحسبا لحدوث أي شيء، حيث سنكون على أهبة الاستعداد للتدخل السريع، كما يتسنى للمواطنين طلب مساعدة الشرطة في أي وقت. ثبتت كاميرات أمنية إضافية خارج محطة القطار الرئيسية، فهي الموقع الذي شهد معظم الحوادث في العام الماضي، وسيقوم الضباط بمراقبة الفيديو من مقر الشرطة. الجدير بالذكر أن هجمات العام الماضي أثارت غضب الجميع في ألمانيا، إذ تعرضت المئات من النساء للاعتداء والسرقة من قبل عصابات من الرجال، وذلك ما دفع بقائد شرطة كولونيا إلى الاستقالة في أعقاب تلك الحوادث.